احضروا الجمع العام العادي ديال العصبه ديال الدخله والتهاب، بعد ما انا كان لي الشرف انني كنت حاضرا في تاسيسها هذه سنتين او ما ينيف عن ذلك. اذا سعيد بتواجدي. الجمع العام كما شفتوا داز واحد روح المسؤوليه، لا التقرير المالي ولا الادبي تم المصادقه عليه تقريبا باغلبيه مطلقه، او السيد الرئيس ولا الاعضاء ديال العصبه سردوا المجموعه ديال الاشياء اللي دارت في السنه ديال 2021 2022، من فيها البطولات سواء في جميع المختلف الفئات ديالها العمريه، ولكن كذلك الكره النسويه والكره المتنوعه. كنعرفوا الاكراه، وان كان العصبه تحاول الاجتهاد وهذا مشكور عليه، ان كاين اكراه ديال البنيات التحتيه، شيء اللي هذا واقع ما يمكنناش اننا نتهربوا منه لا في جميع الفئات. الان الجامعه وسيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه سي فوزي القشاع يولي اهميه كبرى وقصوى لهذه المنطقه. هناك مشاريع في طور الانجاز، ملاعب، بنيه تحتيه بمستوى عالي يمكن ان تساعد ابناء هذه المنطقه على ابراز المواهب ديالهم، وتكون رافد من روافد التنميه الرياضيه بصفه عامه والكرويه بصفه خاصه للتكوين. لنرى جميعا فئات عمريه من هذه المنطقه تؤتت الفضاءات ديال الفرق الوطنيه بجميع الفئات العمريه ديالها. كنشكر السيد الرئيس ديال العصبه على المجهودات ديالو والالحاح ديالو في كل اجتماع انه كيحضر في الجامعه وكيهضر على المشاكل ديال هذا، خاصه البنيه التحتيه. نحاول كجامعه وكرئيس الجامعه السي فوزي القشاع هو تطوير الكرة القدم النسوية لما أصبحت توليه جميع الفئات لهذه الفئة هذه، وخاصة بغينا نشوفوا أن الفتيات الصحراويات إن شاء الله يكونوا عندهم فرق اللي تقارع فرق إخوانهم في الشمال أو في الداخل، ويكونوا لاعبات إن شاء الله بينون النسوة داخل المنتخبات المغربية. والعصبة لا زالت فتية، لأن ما يمكنش بشيء بين عشية وضحاها الجهل قد اشتد، ولكن أرى بأن هناك تحسن، هناك تقدم، هناك إلحاح، هناك مكتب منسجم، وهذا بان من الجمع العام ديالو، هناك الرأي والرأي الآخر، والذي يصب كله في خدمة كرة القدم بالمنطقة، وهذا شيء جميل. عادي بالنسبة للعصبة الجهوية جيت داخل وهذا الذهب الجمع عادي 2021 2022، واللي كان في حضور متميز للجامعة الملكية المغربية وحضور السيد عضو المكتب المديري للجامعة الملكية في جمال السنوسي، واللي هو كان الشرف أنه هو حضر حتى في التأسيس ديال العصبة 2020، واللي كان فيه عرض بالنسبة لنا عرض التقرير الأدبي، واللي كيف شفتوا خاض الحمد لله في أمور ديمقراطية في أمور فيها نقاش، كذلك التقرير المالي اللي اتخذوا فيه حتى هما بعض الملاحظات، وحنا هذوك الملاحظات ان شاء الله غناخذوهم بعين الاعتبار، واللي كان عنده موسم بالنسبه لنا احنا موسم متميز، اللي لانه كيف شار الاخ احنا عندنا مشكل بالبنيه التحتيه، واللي كانت انا ذاك من اللي قدمنا واحد كتيب الرئيس الجامعه الملكيه المغربيه على حساب مثلا تطور رؤيه 2021 2024، اول ملاحظه بداها السيد الرئيس وقال لان خاص البنيه التحتيه هي اول باش تقد مثلا تمشي في تطور، واللي احنا ان شاء الله في اطار هذا التطور كانت عندنا لقاء مع السيد رئيس الجامعه، كان عندنا لقاء مع السيد رئيس جهه الداخليه والذهب، كذلك مع السلطات خلال هذا الموسم، واللي تم وضع عقار بالنسبه للسلطات بالنسبه لنا احنا اللي هي 5 ملاعب جهه الداخليه والذهب، مشكور السلطات اللي اعطانا هذا العقار، كذلك مشكورين المتداخلين الاخرين بما يخص رئيس جهه الداخله وهذا الذهب، لانهم حتى هما اعطاو مبالغ ماليه في اطار البنيه التحتيه، واللي هي ما يقارب 261 مليون ديال الدرهم ما يخص الملعب الكبير والكرنت ان شاء الله،
راهي بدات الحمد لله الاشغال فيه، تبدا فيه في هذا الشهر ان شاء الله. كذلك الملاعب اللي هي بداوا اللي هما بالنسبه لنا احنا ملاعب التورطه اللي موجود ملاعب ان شاء الله اللي يكون اللي يبداوا نهايه هذا الشهر 12 وشهر 1 من العام الجاي ان شاء الله. كذلك ملعبين بالنسبه ل بيرغندوز هما حتى هما في طارتو، وملعب بالنسبه ل القرقله. اذا انا تكلمت مع المنشات الرياضيه بالنسبه لنا احنا اللي عندنا اكراه، كيف شفتوا هذا الموسم اللي احنا خطيناه في ظروف صعيبه، واللي من خلاله احنا ركزنا على 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 الفئات واللي هي اللي هي مستقبل بالنسبه لنا احنا، لان جيت الداخل والذهب ما يخص هذو الفرق اللي عندنا اللي هما ينشطوا على مستوى وطني. 70% 80% تجبر منهم مثلا نستقطبوهم من شمال المملكه، واللي هو كاهل بالنسبه لنا احنا على الفرق اللي كيف شفتوا في النقاش كان دار حول اللواتي دعم اللواتي، واللي كنا خصصنا فيه مبلغ فيه 2,030,000 درهم بالنسبه للواتي، واللي هو كان مبلغ بالنسبه لنا احنا من 5 مليون درهم كان شوي كاهل علينا. ولكن الحضور ديالنا اليوم في الجمع العام العادي ديال العصبه الجهويه لكره القدم بجهه الداخله والذهب هو تاكيد على الانخراط التام لمجلس الجهه في دعم مادي والمعنوي لجميع الفئات الرياضيه بالجهه وعلى راسها العصبه. نثمن كذلك خلق نادي نسوي لكره القدم بالجهه، ونحن دائما كمجلس جهه على استعداد للانخراط في جميع الانشطه والفعاليات التي تقوم بها العصبه. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.